الرسالة اللي أقدر أوجهها في وقت العالم كله بيعاني من اضطرابات ومشاكل ومن حروب وأزمات، سواء أزمات اقتصادية أو أزمات ليها علاقة بالحروب اللي بتحصل في كل مكان، عايز أقول إنه دايما القيامة بتدينا فرح وبتدينا رجاء، ووسط ده كله احنا برضه عايزين نتمسك بالرجاء ونتمسك بالفرح ونصلي إن يكون في سلام يسود العالم كله في الوقت اللي العالم كله مضطرب بهذه الاضطرابات يعني. رسالة السلام للعالم كله. احنا بنحتفل النهاردة بعيد القيامة المجيد في مصر وفي العالم كله، المسيحيين كلهم شرقيين وغربيين. دي رسالة سلام ومحبة للناس كلها، ونعيش في سلام ومحبة في كل حياتنا يعني في كل أوقات.